أخبار اليوم. دي كانت دورة قطر، دورة في قطر. كان الجهاز، شوف الجهاز كان 1 2 3 4، كان الجهاز اللي موجود وأنا، ودي كان المجموعة اللي موجودة دلوقتي، ده أبو المجد مصطفى، يعني مجموعة اللعيبة اللي كانت موجودة معايا وكانت مباراة في دورة قطر الدولية. ويمكن إحنا فزنا بالبطولة دي ثلاث مرات، يمكن منهم مرة اللي فزنا بيها، وفزنا بالبطولة في وجود منتخب البرازيل ومنتخب تشيك وكان منتخب اليابان ومنتخب قطر. وده جيل، الجيل اللي هو جيل الشباب اللي هو قدر يحقق لمصر الميدالية البرونزية وانجازات كبيرة.